ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نتكلم على فيلم ذا ليتل سينجز، فيلم جديد نزلته شركه وارنر براذرز او وارنر بروس على قناه اتش بي او ماكس او على منصه اتش بي او ماكس الالكترونيه. الفيلم حلو، الفيلم وحش، كل ده هنعرفه دلوقتي ويلا بينا. وارنر براذرز نزلت فيلم اسمه ذا ليتل سينجز، ولو اتفرجت على الفيلم ده هتلاقي فيه اسماء كبيره قوي زي الممثل دينزل واشنطن وجاريد ليتو ورامي مالك. طبعا الاسماء الكبيره دي كل واحد فيهم قام عمل باعمال عظيمه جدا، وكل واحد فيهم واخد اوسكار، فتخيل حجم الفيلم ده كان عملاق ازاي. بس المشكله انه لما نزل كان في اراء متضاربه، وفي ناس قالت عليه وحش وفي ناس قالت عليه حلو، واحنا النهارده جايين نعرض المميزات والعيوب بتاعه الفيلم ده. نبتدي طبعا بالمميزات. اول ميزه، الفيلم بياخدك على طول لافلام الجريمه والتحقيق والغموض اللي كانت بتتعمل في التسعينات وبدايه الالفينات، افلام زي ميستيك ريفر، زي زودياك، زي سيفن، زي يوجوال سسبكتس، افلام عظيمه وتحفه وايقونه في العالم ده، افلام او حقبه مهدور حقها جدا في عالم هوليوود، وما بقاش في كتير من المخرجين قوي بيعملوا الافلام دي او بيهتموا بيها رغم انها افلام عظيمه فعلا وليها بصمه في التاريخ. فيلم ذا ليتل سينجز على طول رجعك للحقبه دي، خصوصا ان احداث الفيلم بتتعمل في التسعينات. نسيت اقول لكم قصه الفيلم باختصار. الفيلم بيتكلم باختصار عن محقق بيتعاون مع محقق تاني في انهم يقبضوا على سفاح عمل جرائم وقتل كتير، وان المناقشه دي فيها حرق. بس تاني ميزه، دينزل واشنطن من الممثلين اللي انا بعشقهم حرفيا، ومن الممثلين اللي بيقوموا بادوارهم تحس ان في نوع كده من انواع المثاليه والاحترافيه، ممثل موهوب وعبقري جدا. على فكره الدور اللي عمله في فيلم ذا ليتل سينجز ما كانش اعظم دور ليه، بس كان دور مقنع جدا، كان دور حلو جدا تستمتع بيه وتتفرج عليه عادي. بس طبعا اللي حييه وارفع له القبعه هو الممثل الكبير جاريد ليتو، اللي قام بدور الجوكر ويا عيني فشل ورجع تاني في الفيلم ده وعمل اداء اسطوري حرفيا. كان انه يمثل دور واحد مختل مريض نفسي رفيع كده وعنده كرش، ده حتى طريقه مشيته كانت بتعجبني. المهم انه قدر ياخدك في حال العالم بتاع المختل المتوحد المريض النفسي اللي ملوش صحاب واللي دايما الناس مضطهداه وبعيده عنه، وفي نفس الوقت اللي بيحققوا معاه شاكين فيه من غير سبب، وهو عمال يلعب بيهم وياخدهم هنا وهناك ومش عارفين يوصلوا معاه لحاجه. ثالث ميزة والأخيرة بالنسبة لي إن الفيلم موجه للبالغين أو للكبار فقط، وأي فيلم بيتكلم عن السفاحين والتحقيق وجريمة قتل مظلمة مرعبة نفسية من النوع ده لازم يكون موجه للكبار. أنا بكره الأفلام اللي فيها تحقيق وتكون موجهة للعائلية والمتوجهة للأطفال والأطفال تتفرج عليها، زي ميردر أت ذا أورينت إكسبريس ونايفز أوت والفيلم الأخير بتاع اللي نزلته نتفليكس إينولا هولمز. كل الافلام دي ما بحبهاش، لا بحبها حلوه وعظيمه، بس انا بحب الافلام اللي فيها جريمه بجد، اللي فيها تحقيق بجد، اللي انت تشوف الجثث بعينك كده والضحايا بتموت والمحققين بيتعذبوا نفسيا وبتحصل حاجه بشعه وبيقبضوا على القاتل او بيلعب بيهم، الحاجات دي بتبقى ممتعه اكتر، وبعشق افلام الجريمه الموجهه للكبار فقط. للعيوب وللاسف الشديد العيوب اكتر من المميزات، بس يعني انا مش عايز اقول كلامي يضايق حد، بس الفيلم مليان فعلا عيوب غريبه. يعني اول عيب مثلا، نيجي لبعض الجمل المبتذله الغريبه اللي عماله تتقال في الفيلم ده. الفيلم مليان مصطلحات زي انا ملحد، انا مش مؤمن، الاله بيسمح بمعاناه البشر، كلام مبتذل وقديم وتكرر في 100,000 فيلم من الافلام دي، كلام عايز يبان انه عميق وفلسفي وكلام قوي، وهو يعني اتسمع، اتهرى، اتحفظ، كلام ملوش معنى وملوش وزن ولا ليه اي قيمه حرفيا. عارف لو الكلام ده يمشي مع سياق الفيلم كنت يعني هنبهر، بس الكلام مش ماشي. مش كل دقيقتين كده دينزل واشنطن يقول لك مفيش ملائكه، ده يقول لك انا ملحد، ده يقول لك انا مش مؤمن، الاله بيسمح بمعاناه البشر، العالم مليان شياطين. خلاص يا عم، خلاص قلتها مره عديناها، قلتها تاني مره حلوه، تالت مره عايز تزود بقى. انا عميق يا جدعان بالعافيه، صدقوا اللي انا عميق، انا هو بقول كلام عميق وجامد وراجل بعاني قوي وعانيت في حياتي كتير، وده اللي خلاني اكفر واقول الكلام الجامد قوي ده. تاني عيب واقوى عيب حرفيا شفته لغايه دلوقتي، ان للاسف الشديد الفيلم ده متقلد بشكل كبير قوي من فيلم 7. فيلم 7 الايقوني نفس القصه تقريبا. الفيلم بيتكلم عن اتنين محققين، واحد اسود عجوز خبير مسؤول
هادي بيعرف يتفكر بعقله ويفكر بمنطقية ويوصل للحلول، والتاني شاب أبيض متعجرف متسرع سريع متجوز بيحب حبيبته، هيحصل حاجة تخليه في الآخر يعني بلوت تويست في الآخر يزعلك، وبيدوروا هما الاتنين أو بيجروا ورا جثث كتير قوي بيسيبها سفاح وراه وهما عايزين يوصلوا للحقيقة. طبعا الفيلم نفس القصة هنا، هو نفس القصة هنا، نفس التفاصيل هنا، هي نفس التفاصيل هنا، مع اختلاف حاجة واحدة بس، ان المجرم او السفاح كان دوره اكبر في فيلم ذا ليتل ثينجز، يعني جاريد ليتو كان دوره اكبر من كيفن سبيسي في فيلم 7. ده غير ان النهاية مختلفة، وده اللي يخلينا نتكلم عن النهاية. النهاية سايبها لك مفتوحة، ده حاجة وحشة يعني تخليك تقرف من نفسك. يا باشا انا واحد داخل اتفرج على فيلم مليان تحقيق وجريمه وقتل وسفاحين وجثث ومحققين اذكياء وبيوصلوا وبيجروا ورا الادله وكل ده، ليه ما تعرفنيش مين القاتل؟ يعني ليه تسيبني متشوق ولغايه اخر لحظه ما اعرفش مين القاتل؟ ليه تخليني اشك في نفسي؟ يعني انت عايز يعني ايه لازمه النهايه المفتوحه؟ يعني الفيلم ده مش بيتطلب نهايات مفتوحه، يعني الفيلم ده كان عايز يعرفك هل الجاريت ليت هو القاتل بجد ولا مش القاتل؟ ليه شكوا فيه اصلا؟ فهمني انت ليه سبتني كده متضايق ان النهاية مفتوحة، عمال ادور في فيديوهات على اليوتيوب واشوف بقى كل واحد يعمل لي شرح يا ترى جاريد ليتو القاتل ولا لا، والجو التعبان ده كنت اديتني النهاية بدل ما تعيش فيها في دور العمق والفلسفي اللي انت تسيبها مفتوحة وتخلي المشاهد هو اللي يفكر يا ترى هل ده صح وده غلط، لانها مش مناسبة مع الفيلم ده. النهاية المفتوحة ما كانتش لايقة خالص في الفيلم ده، انا كنت عايز اعرف النهاية وغير كتير قوي كنا عايزين يعرفوا النهاية، فما كانش ليها لازمة تسيبها مفتوحة. تالت عيب الايديتنج يا اخوانا، الفيلم ايديتنج وحش قوي، المونتاج بتاع الفيلم معمول بربع جنيه حرفيا، بيعملوا قطات كتير قوي في مشاهد مش بتتطلب القطات دي، ولو مش فاهم معنى الكلام هفهمها لك دلوقتي، يعني عاملين قط هنا وقط تاني هنا، انا بتكلم دلوقتي هنا وبتكلم هنا، انتوا فاهمين ان انت بتقعد تقص ما بين المشاهد بطريقه مختلفه؟ يعني في اول الفيلم جايبين دينزل واشنطن بيسلم على الكلب بتاعه وبيحضنه وبيبوسه والكلام ده كله، ليه تجيب لي المشهد من بعيد ومن قريب وتقطع عليه وهو بيسلم عليه وتقطع عليه وهو داخل على العربيه وتقطع عليه والكلب بيمشي وتقطع عليه والكلب بيجي لك؟ ليه القطات دي؟ ليه مزودين القطات بطريقه اوفر قوي تخليك تتفصل من الفيلم؟ يعني الفيلم ده فيلم هادي جريمه بسيط كده، محققين بيجروا ورا مجرم، المفروض يكون المونتاج هادي مش اجريسيف كده وعنيف والقطات ورا بعض تشتت المشاهد وتخليه يفصل شويه من الفيلم. رابع عيب الجرايم ما كانتش ذكيه بالدرجه اللي تخليك تنبهر، هي كانت بشعه وكانت دمويه وكانت عنيفه بس ما كانش فيها نوع من انواع الذكاء كده تتحدى عقلك كمشاهد وما تعرفش الادله رايحه فين وجايه منين والمجرم بيعمل كده ازاي، ما كانش فيه نوع الغموض اللي انت كنت مستنيه من فيلم زي ذا ليتل ثينجز، ده ما لقيتوش في الفيلم ده بس ما كانش فارق قوي معاك كتير. خامس حاجة وهقفل على كده، رامي مالك يا اخوانا، وده رأيي انا عبد الرحمن الشخصي عشان محدش يزعل، انا ما بحبوش ولا بعترف بيه كممثل، ممثل اغلب ادواره حرفيا تحس انه ما خرجش من مستر روبوت، داخل جوه مستر روبوت الممثل المسلسل اللي عمله وبيعمله في كل افلامه وادواره، دايما يبرق دايما يبحلق دايما يتلجلج في الكلام دايما يبان خايف وبيرتعش، ممثل ما بحب يعني التمثيل مش كله لجلجه ولا بحلقه بعينك اللي بتطلع الجزه دي ولا اي ولا الكلام ده، انا مش يعني مش حاسه ممثل جامد، هو ممثل متوسط بس ما يستاهلش اوسكار وما اعرفش خد اوسكار على ايه، وعارفين كلنا او عارفين خد اوسكار على ايه بس مش لازم نتكلم. وهنا بنيجي للسؤال الاهم اللي هنختم بيه الفيديو بتاعنا، هل الفيلم يستحق وقتك؟ يا باشا يستحق وقتك، كفايه اداء دينزل واشنطن وجاريد ليتو زي ما انا وضحت في الاول، دول كفيلين ان انت تتفرج على الفيلم ده وتستمتع بيه. الغلطات فيه كتير شويه بس انت كمشاهد مش هتحسها قوي او ممكن تحسها بس هتطنشها عشان اداء جاريد ليتو فيه حلو الصراحه، واداء دينزل واشنطن حلو جدا الصراحه، وانا الاثنين دول بحبهم واي فيلم لازم اخشه لهم، يستحق وقتك وتفرج عليه. تقييمي الشخصي كعبد الرحمن 7/10، انصحكم بيه واستمتعوا وبيس.